أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. من نعم من صد كربوتي لين تكع كربوتي في توجب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يعبد، إذا غيره من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صد بنكك كرب لين تكع كربوتي في الله. قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم بان من برساتكن فاطمة رضي الله عنها قال سليني من مالي ما شئت، يعني سليني النفقة، أنفق عليك أعطيك شيء من المال هذا الذي أقدر عليه. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أحد في رحمة الله أو يخرج أحد من رحمة الله هذا لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نيتكن فاطمة تها نأي سما وي أمبيك نيو أمبيكا فضال أوي نفقة كرب يان بان تاي من آي سوم خيوم ឲ្យ ដក ចេញ ពី រ៉ហ្មត អល់ឡោះ ឬ ក៏ បញ្ចូល ទៅ ក្នុង រ៉ហ្មត អល់ឡោះ បាន ទេ. إذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرب لا يغني عنها شيئا، إذا من باب أولى الأناس باقي الناس لا يغني عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يغني هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بنتنو من سنبنتيه تان نعطي نجد من النبي صلى الله عليه وسلم كمين سد له نعطي سين بي نعطي جد من النبي صلى الله عليه وسلم لاي مين تاي إيمان تاي موي كتو جمبو الله سبحانه وتعالى كي نعطي جد عن له توقع الله سبحانه وتعالى.